الناس الجاليه المغربيه اللي مقيمين في الدول هذو اللي كنبان لكم دابا حاليا على الشاشه، جبت لكم واحد الابليكاسيون اللي زوينه بزاف وهي سيند ويف. هاد الابليكاسيون هادي اولا كتعطيكم واحد الكادو ديال 10 باوند او 10 اورو او 10 دولار على حسب الدوله اللي انت فيها والعمله اللي فيها، من بعد ما كتحط هاد البرومو كود باريك. هاد الابليكاسيون حاليا هي احسن ابليكاسيون اللي فيها الصرف طالع، زائد ما كتخلص عليها حتى ريال، زائد فلوس كتوصل في البلاصه. وطريقه الاستلام كتاخذوها يا من شعبي كاش يا من كاش بليس. من بعد ما كتلي شارجي هاد الابليكاسيون هادي كدير ساين اب، من بعد ساين اب كتبان لك هاد الشاشه هادي. باش اول حاجه غادي ديرها باش ابلي على داك البرومو كود باش تاخذ كادو ديال 10 اورو، كتكليك على داك الخانه اللي كتبان لكم لتحت، من بعد كتكليك على برومو كود، والبرومو كود هو باريك كيف كيبان لكم دابا حاليا. من بعد كتابلي على داك الكود هنا كتوصلك 10 اورو او 10 باوند او 10 دولار. من بعد شحال عندك الحق تصيفط، ولو تقدر تصيفط غير باوند واحد او اورو واحد تصيفطو، زائد ديك 10 اورو اللي عطينا لك فابور هي 11 اورو، هنا كتوصل المغرب في البلاصه. وعندك الحق تصيفط 1000 اورو في النهار و3000 اورو في الشهر، ومن بعد الا شافوك اكتيف بزاف كيوصلوها لك حتى 10000 اورو في الشهر. يعني هادو هما الحوايج الزوينين، ان فيها الصرف طالع بزاف وكتخلص عليها حتى ريال وكتوصل في البلاصه. وطريقه الارسال للاصدقاء ساهله بزاف، كيف كتبان لكم على الشاشه كتحط المعلومات ديال داك الشخص اللي تصيفط ليه اللي هي الاسم ديالو والكنيه ديالو الحقيقيين، والشخص اللي باغي يصيفط فلوس كاول مره غادي يصيفطهم غادي يحتاجوا منك كارت اي دي اللي هي اول مره كانك غادي تصيفطها، غادي يحتاجوا منك تصورها لهم في الابليكاسيون باش تحطها لهم، من بعد ما كيبقاوش يسولوك عليها. بغيتوا المعلومات ديال هاد الابليكاسيون هادي راه غادي تلقاو الرابط ديالها في الديسكريبسيون، والبرومو كود هو باريك كيف كيبان لكم باش غادي تاخذوا داك الكادو ديال 10 اورو او 10 باوند او 10 دولار. هذا ما كان كمل الفيديو ديالنا. السلام عليكم خوت خوتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. سلام. هو داك البروجي الاصدقاء اللي حدانا باقي ما كملش، هذه اللي كنا دخلنا لها داك النهار الاصدقاء. غادي تكون تقريبا شي 300 دار هنايا غادي تكون ان شاء الله، وفيهم حتى بارتمان باقي ما كملوش. غادي دابا ان شاء الله على حساب لي زاكتيفيتي اللي داير الاميره من بعد المدرسه كنديوها الاصدقاء البيسين، عندها حصه في السيمانه يعني مش حاله دي داخله الصراحه ومزيان. دابا حاليا داير لها واحد البلان، زدنا شويه في الثمن على اساس باش هذيك السيده اللي غادي تريني بها كتبقى مركزه على غير على اميره الحصه كامله، ما كتمشي عند حتى شي واحد اخر، تبقى مركزه عليها. وفعلا طرا هذا الشيء يعني صدق مزيان، ولا دابا تبارك الله كتعوم يعني كيف كنقول حنا في الفندق كتعوم دابا حاليا تبارك الله مزيان. هادو لي زاكتيفيتي اللي داير لها الاصدقاء دابا حاليا من بعد الدراسه، لحقاش راه الملل هنا الاصدقاء والبرد والشتا ديما وداكشي، اللهم على الاقل ندير لها شي حاجه اللي هي تكون يعني شي فرحانه وما يشدهاش داك الملل. من بعد باغي ندير لها هذاك ركوب الخيل الاصدقاء والله، وملي جيت نشوف لقيت في الدين عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيوسع على هذه الامور هذه، كان كيقول علموا اولادكم الرمايه والسباحه وركوب الخيل، والرمايه هي ديك النبله الاصدقاء. جايه بيجاما اصدقاء نيس صافي شوف يلا حنا جينا الاصدقاء هنايا فين كاين بيسين كيف القاعه هذه الاصدقاء. اميرة يلا سير سير نبدا شد خنا دابا باش نبدل ليها ان شاء الله نطلع الفوق دابا الاصدقاء. كنا جينا الاصدقاء في الطريق وعيط لنا الاب ديال المدام قال لنا راه وجدت واحد الاكله جيو عندنا ضروري، طرقونا حنا الاولين هي بالعانه باش يشوفوا البنيات، واخا جاو عندنا الصباح كانوا عندنا الصباح كاملين حتى جدود المدام كانوا عندنا، وقلنا راه وجدت لكم واحد الاكله الا بغيتو تجيو تاكلوها باش يشوفوا البنيات وما هذاك الشيء بالعانه الاصدقاء. المهم راه جينا عندهم دابا، راه هي ام تلويس كتلعب مع اميره، وبا هو اللي كيطيب هو اللي معروف عليه كيطيب، راه كيوجد دابا في الماكله اللي غادي يوجدها لنا دابا ان شاء الله. هذو الاصدقاء صيباتهم الام ديال لويس هي اللي ركباتهم بحال هكا، عرفتي راه بوحده ركبات كيبان لكم هادو كاملين هاد المقيطات
قاعد وهادو كاملين كيبان لكم ركباتهم هي الام ديالها ودارت هاد الزواق هادي خرجاتها بحال هكا وشداتهم وركباتهم في كادر كيبان واعرين راه خص يكون عندك الخاطر هادي صيبوا الاصدقاء بحال واحد المرقة بالبطاطا وباللحم وبلاصوص زوين والشامبينيو هو هذاك الشامبينيو الاصدقاء قلت بسم الله هذا هو واعر كيصيبوه الاصدقاء كيديروا بالشامبينيو كيديروا بها باللحم والبطاطا كيسميو كاسرول الاصدقاء سميتو لويس كاسرول قولي بسم الله like the beef just falls apart ميرا اوجد لي انا دابا تاوى ديالي قلت لكم الله يعمر دار هاد الناس راه الثقه والله دابا مشى يلعب مع اميره صافي وجد لنا الماكله مسكين ومشى دابا يلعب مع اميره ماشي سكتنا حنايا زعما راي هذاك ديال الاميره حتى هو وجدوا لها تما الالعاب اللي موجدين لها الاصدقاء هذا في دار والدي لويز انا خوت واجدين زعما باش ملي تجي عندهم تلقى باش تلعب وانت في دار جدود لويز راه كنت تشوفهم شحال هادي تا هما عندهم بحال هكا موجدين ومليا Thank you.